في تنبيه أنا ودي أقول حتى لو شبابهم طالعين ينقلون عني. في رسالة هذه الأيام تنقل أنني ذكرت أن الأحداث الواقع اليوم من سقوط بعض الدول وغيرها هذه من علامات الساعة وأنها تدل على قرب خروج المهدي. هذا الكلام كذب في كذب. أنا ما قلت لا صوتا ولا كتابة، بل استغربت لما انتشرت الإشاعة، كذبتها من بدايتها، لكن لا زالت الإعلام مشكلة اليوم. الإعلام ينشر الكذب ويصدق الكذب وما تستطيع إيقافه. إشاعة ما أعرف من الذي كتبها، أسأل الله إذا كانت نيته حسنة أن يغفر له، وإذا كانت نية سيئة أن يرد كيده في نحره. أنا ما قلت هذا الكلام ولا ذكرته لا من قريب ولا من بعيد. ما عندي كلام في أشراط الساعة إلا شريطين عنوانهما نهاية التاريخ، هذا الذي ذكرته فقط في أشراط الساعة مما أذكر من خطبي ودروسي، أما غيرها فكله مكذوب. كذبوا هذا الخبر لما تأتيكم الرسالة، أرسلوا أن هذا الأمر كذب، أنا ما ذكرت هذا. والبعض من الناس يحط الكلام ثم يجيب مقطع صوتي من شريط قضية أمة في ظهور الدجال في أثر عن الإمام علي ما له علاقة بأحداث اليوم. أصلا ما يجوز أن نلوي أعناق النصوص على أحداث واقعية، هذا كله من الافتراء في دين الله جل وعلا. أنا ما ذكرته، اللي وصلت هذه الإشاعة ساعدوني جزاكم الله خير، كذبوها وانشروا تكذيبها بين الناس عشان تموت إن شاء الله في مهدها، وجزاكم الله خير.